السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وصحابي. النهاردة إن شاء الله آخر حلقة في How to be a millionaire. الحلقتين اللي فاتوا أنا قلت لك بعض النصائح اللي هتوصلك إن شاء الله للتارجت بتاعك إن أنت تبقى مليونير. تابع معايا لغاية آخر الحلقة، في سؤال مهم جدا، أوكي؟ إن شاء الله هيبقى عليه جايزة الحلقة. النهاردة هنصحك بعض النصائح تكملة للموضوع بتاعنا. ناس كتيرة جدا جدا هدفها الأساسي في حياتها إن هي تجيب عربية جميلة، عربية فارهة. ليه؟ علشان تبدأ تتمنظر بيها قدام صحابها، تبدأ توري صحابها وتوري جيرانها وتوري قرايبها ان انا قدرت اجيب العربية دي. طبعا ده يعني مبدأ صعب جدا ومبدأ فعلا خاطئ جدا جدا، لان انت لو جبت عربية، وخصوصا الناس اللي ما معهاش فلوس زيادة ان هي تحقق رفاهية زي دي، اوكي، يعني مش مدخرة فلوس فائضة عن حاجتك عشان تجيب عربية مرفهة زي دي، انت بتضطر تعمل ايه؟ بتضطر تلجأ لبنك مثلا، او بتضطر تلجأ لمعرض عربيات علشان تشتري منه العربية دي بالقسط، اوكي، وتمضي على نفسك شيكات، والشيكات دي مثلا لمدة 4 5 سنين، وتوقع نفسك في فخ الدين. خطر جدا 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 عليك. وهدفك ايه؟ هدفي ان انا افرج صحابي وافرج البنات اللي حواليا في النادي، اوكي، وافرج قرايبي على العربية الجديدة اللي انا جبتها. اولا لما تيجي تتخبط منك العربية او يحصل بيها لا قدر الله حادثة ولا حاجة، لا اصحابك ولا قرايبك ولا البنات اللي انت عايزهم يشوفوا العربية هينفعوك باي حاجة، عشان تبقى فاهم. لما تيجي لا قدر الله تتعثر في دين من الديون بتوع العربية دي للبنك، مفيش برضه حد هينفعك، هتبقى لوحدك، هتتصدر لوحدك، وهتقع في مشكلة لوحدك. فياريت اللي بيفكر التفكير ده ينساه تماما، ده مش تفكير عملي ومش تفكير سوي مبدئيا. جميل، نرجع تاني لموضوع البيزنس بتاعنا برضو. وخلي بالك البيزنس ملوش دعوه بشراء العربيه، العربيه مش بيزنس، اوكي، يعني عايز تستثمر برضو فلوسك، مش هتستثمرها في سياره، مستحيل. ليه؟ لان العربيه بمجرد ان انت اشتريتها من الاجانس او طلعت بيها من المعرض نزل ثمنها 10000 جنيه واكتر كمان شويه، ما بالك مشيت بيها سنة سنتين، عداد القيمة المالية بتاعها بينزل تدريجيا، فانت مش بتستثمر فلوسك في سيارة ابدا ابدا. طيب انت عايز تستثمر فعلا فلوسك، وللأسف المبلغ اللي معاك مش هيكفي البيزنس العالي قوي اللي انت بتحلم بيه، او حتى المتوسط، او حتى البيزنس الضعيف اللي انت عايز تعمله او عايز تنشئه. اكيد عندك من صحابك ناس محترمة جدا ومعاها مقدرة مالية تقدر ان هي تشاركك في الموضوع ده، مفيش مشكلة خالص. طبعا هو هتقولي هيشاركني على ايه؟ انا اصلا ما معيش فلوس. طب يعني هو ايه اللي هيرمي عليا في حاجة زي دي؟ ما هو ممكن يخاف يستثمر فلوسه معايا. لا، هو شايفك انسان امين، انسان مخلص ليه في صداقته، اوكي، وهو اختبرك كذا اختبار قبل كده واكتشف فعلا ان انت انسان امين، وان انت هتقدر تحافظ على الشراكة دي، بالعكس ان انت هتقدر تنميها كمان معاه. نختار صديق امين وصديق محترم، اوكي، ومعاه مبلغ مالي يقدر يغطي تكلفة البيزنس اللي انت عايز تنشئه من اصدقائك. عشان كده دايما بنصحك وبقولك يا ريت ما تصاحبش الناس المتشائمين، اوكي، اللي يقعد يحبطك كل شوية، واللي يقعد يصدر لك طاقة سلبية كل شوية، انت مش هتقدر تعمل، انت مش هتقدر تنجح، البيزنس ده عالي عليك، مش هتقدر ان انت تستمر فيه. لا طبعا، نبعد عن الناس السلبيين دول تماما. وانا مش مجبر ان انا اقعد في وسط مجتمع سلبي، لا بالعكس، انا كل اللي انا بتمناه في حياتي ان اصحابي واصدقائي يكونوا احسن مني، يكونوا اعلى مني اخلاقيا اولا، ثانيا ماديا، عشان انا لو احتجت ان انا اعمل بيزنس في اي وقت الاقي فعلا اللي يشاركني فيه، او الاقي فعلا اللي يدعمني فيه. لو انا اهلي ما يقدروش ان هم يدعموني، انما لو اهلك يقدروا يدعموك خلاص دي قصة تانية، وده موضوع تاني طبعا يرجع لك انت، ويبقى حظك حلو جدا جدا جدا. سؤال الحلقة حبايبي عشان ما اطولش عليكم برضو، ما معنى كلمة ماسونية؟ ما معنى كلمة ماسونية؟ يا ريت سبسكرايب زي ما اتفقنا، ولايك للفيديو، وريت نكتب الإجابة، أوكي، تحت الفيديو على اليوتيوب، أوكي، على القناة في كومنت كده، وأول واحد هيكتب الإجابة على اليوتيوب في كومنت تحت الفيديو
هو ده اللي هيكسب جائزة الحلقة إن شاء الله. شكرا جزيلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.